راح حطها طقم الزهر الحلو وهذا صافي. هاد الشيء اللي هما هكا محمد هو اللي نعطيك هذه التيم. راح حطها في الحلوه وهاتي ديال الرجل ديالنا حنايا. حطوا رجع لي البلاطونه هنا راه دايره السفاه نتوما. شوفوا الصفه على المزوينات، راه شاركتها معاكم في اللايف، دخلوا اللايف وتشوفوها المزوينات. ها هي تا نبغي هذا عاد نرد ان شاء الله طيب. وها العشاء ديالي كما كتشوفوا هنايا الصفه الكوفي، ها هو الطويجين ديالي السوسي، ها هو المزويناتو. ايوا هنايا راه ديال هنا داير الخبز هذا يلاه جابوه العائله. بقى ما تنشارك معكم، بقى ما عرفتش صراحه كما حطو، ما عرفتش ديال مارك لوسي ولا ديال انا ما نحلمكم. بسم الله وما تواجه سين تبارك الله ما شاء الله مزيانات. هذا كيف يتوقع بسم الله نفس الشكل. غناخد ليهم واحد كيعجبوني ثاني هاد الشكل حيدي ليا واحد ديال مرت لوسي واحد يلا غنشوفو تانا معاكم نيت. ايوا تبارك الله كدايرة هادي بالسمان زوينين تبارك الله. هادا دابا غنحطو للعيالات. فين هو داك البلاطو؟ وهنا يلا هزات ليا في الطقم الزهر الكيسان، غنمسحهم وعاد نحط بسم الله عاد نحط ليهم صافي السفة كيما قلت لكم. تدخلوا اللايف وغتشوفوا واحد يلا صاليت نيت معاكم اللايف وجات عين زوينة معلكة وزوينة. ايوا هادشي اللي كاين احبابي، خليكم معنا ملي درناها معاكم ان شاء الله بحول الله. ايوا اتاي قبلوا علينا الصينية الاخرى، الصينية الجديدة راه عطيناها للرجال حنا درناها في بلاطون. ايوا صافي هادشي اللي قسم الله اتاي والحليوات والمكسرات. وها نتوما خليكم معنا، ها واحد الكويز ديالكم المتتبعين والبداية ديال هاد الفيديو، دخلوا اللايف وغتلقاو هادشي اللي كاين العمارة ديال اتاي والعشاء والصفة وكلشي. يلا خليكم معنا. الجيوة ديال طيفان تبارك علي خصمت فيلي. هذا هو واحد اخر خصمت رد لي هاد المكسر ترديهم. ها هو ديوش على الروينة هادشي غنجمعو مع الوقت صافي. والخبز خلطت ليهم نحط ليهم حتى ثلاثة ما عارفش كي ندير، نحط ليهم تي يتعشاو وعاد حنايا نحطو نتعشاو ان شاء الله. خليكم ايوا انا رجعت معاكم، درت الصوت انا حيت على حساب كان الصداع ديال الدراري الصغار والهضره وهذا. ايوا صافي حطيت لهم، من بعد ما حطيت لهم العشاء رجعت هنايا صايبت لهم السفه كيتسنى فيا ولديني باش يدي ليهم السفه. ايوا من بعد درت السكر في هاد الجبيبنات صغار، السكر درته في هاد الميكا. تقول لي علاش دايره في ميكا ولا السنيده في هذيك؟ عندي النمر في الدار كنديرو في ميكا، عاد ندير في هذاك السوبر عرفتي منين كاين دوك البلاصه ديال اليدين ديال هذا كيدخل منها النمل حتى لداخل ديال السكر، واي حاجه حطيتها كيدخل لك النمل ليه.
المهم هو هي هذيك صافي، حطيت لهم العشاء الديسير، ما صورتش معكم راه داكشي كلشي كاين في اللايف اللي دايره معكم، فاش كنوجد العشاء وجد فيه الديسير وجد فيه كلشي. صافي انا غيدي لهم السفه ومن بعد عاد الديسير هو اللي ما صورش. صافي وعاد دينا حنايا العشاء، تعشينا حنا العيالات وعاد صيبت لينا السفه حنايا. ايوا هادشي اللي كان يا حبوباتي، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التعليق ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات ومن الاشتراك باش ان شاء الله ملي نلوح شي حاجه جديده يوصلكم ان شاء الله بحول الله. ايوا هادشي اللي كان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.